وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مساء الخير سيدة ماريا. واضح أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان وحتى حسن الجوار؟ مساء الخير. وطبعا التقارير التي شاهدناها الآن قبل قليل مؤسفة جدا، وتعكس يعني معاناة الصيادين والبحارة البحرينيين من جراء يعني الملاحقة ويعني التعسفية يعني أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد. يعني تخرق كل القوانين الدولية والمواثيق. أولا تضرروا جسديا كما يعني سمعنا وشاهدنا، ومعنويا وماديا، وتم التعامل معهم بشكل تعسفي يعني، وتعرضت حياتهم للخطر وحرموا من حريتهم وأمانهم الشخصي، بالإضافة يعني تكبدوا خسائر مادية كبيرة في بينهم، انقطع رزقهم ورزق عائلاتهم يعني الوحيد. فيها خرق لكل أعراف الإنسانية قبل المواثيق الدولية التي سنتكلم عنها. فيها خرق بالجيرة والأخوة بين أبناء الخليج الواحد، يعني هذا شيء مؤسف لأنها تخل بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، بالإضافة انتهاكها لأهم المبادئ الإنسانية، وارجع وأقول وهو مبدأ حسن الجوار والمجموعة الأخرى من حقوق الإنسان وحريات حقوق الإنسان الأساسية، أهمها على سبيل الذكر الحق في الحياة، الحق في الأمان الشخصي، الحق في العمل، الحق في حرية التنقل ضمن الحدود يعني الإقليمية، وهذه كلها يعني كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فيعني لابد من يعني أن نؤكد كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن هناك أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان انطلاقا من المبادئ التي أتت الحقوق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. نعم تفضلي. نعم. تفضلي أستاذة تفضل. ماريا، يعني ما حصل في السابق وإذا استمر يعد انتهاك صريح لحقوق الإنسان، يعرض حياة الأبرياء للخطر، ولا بد من يعني تجاوز هذه الانتهاكات لكي يمارس الجميع عملهم ويعني الإبحار في المياه بكل أمن وأمان. نعم الأستاذة ماريا خوري، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.